نروح ايضا لكره الطائره سيدات ولكن للناشئات. تهاني توسن طبعا النجمه الاسطوريه للنادي الاهلي اللي طبعا على مدار تاريخ الكره الطائره سيدات يمكن تهاني توسن تحتل او تتربع عرش التاريخ كله، يمكن طبعا تولت مسؤوليه قطاع الناشئات. هي طبعا بتشتغل بكل قوه عشان تقدر تضع اجيال جديده تدافع عن اسم النادي في كل المجالات سواء محليا وايضا عالميا. عايز اقول لكم ان تهاني حطت خطه لتطوير قطاع الناشئات، وطبعا كاميرا الابطال قبل الكابتن تهاني توسن وسجلنا معاها التقرير ده عن خطتها اللي حطها لتطوير قطاع الناشئات. نشوف التقرير وجه لحضراتكم. بنحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه للنادي، لان طبعا انا رجعت النادي بعد فتره طويله، فخطتنا اللي جايه ان احنا بننتقي اللاعبات من الفرق المختلفه، في فرق 8 سنين و10 سنين و12 سنه و14 سنه و16 سنه و18 سنه، مجهود كبير، لكن احنا بنحاول ننتقي افضل العناصر عشان تبقى نوال فرقه كويسه تحافظ على مستوى الفريق الاول في المستقبل، يعني لان طبعا احنا نادي الاهلي سياستنا اجيال بتسلم اجيال وكده يعني. احنا طبعا بنمتلك خامات كتيره كويسه وبنحاول ان احنا ننتقي بعض الخامات بنلاقيها بره النادي، لان طبعا احنا عندنا نسب معينه في الاعضاء وغير الاعضاء بالنسبه للفرق الصغيره، لكن لما بنوصل لمستوى اعلى بنحاول ان احنا نعلي من مستوى اللاعبات بحيث ان احنا نقضي على هذه الفجوه اللي بتبقى موجوده، عشان الاطوال والفرق المنافسه طبعا بيبقى قدامنا منافسه قويه من الفرق الثانيه، فاحنا بنحاول ندعم الفرق الكبيره شويه على اساس ان احنا بنعمل قاعده من ابناء النادي واعضاء النادي، لكن بندعمها ببعض اللاعبات الخارجيه يعني. واحنا الاهلي الحمد لله بطل البطولات في المراحل المختلفة، يعني مش جديد ان احنا نكسب البطولات، لكن احنا جديد ان احنا هنحاول نعمل بقى لاعبات مميزات، يعني هو ده جديد. بتمنى منهم كلهم ان هم يخلصوا في العمل ويلتزموا وينظموا حياتهم، عشان النظام بيعمل لعيب كويس وبيأدي في النهاية الانجاز، فالانجاز ده اللعيب بيحس بيه في النهاية، وطبعا كل لعيبة لازم يبقى عندها امل او هدف من الفرقة اللي هي الدرجة الاولى عندنا ابطال افريقيا، فلازم كل لعيبة صغيرة عندها هدف انها توصل ليهم في المراحل الجايه، وطبعا احنا بنساعدهم، فانا نفسي ان كل الفرقه يبقى ده املها ان يبقوا احسن لاعبين في افريقيا يعني. حقيقه تهاني توسن احنا سعداء جدا بعودتها للنادي الاهلي. تهاني توسن كانت اسطوره كبيره وكلنا ثقه ان تهاني توسن ان شاء الله هتطلع لنا اساطير كبيره في كره اليد او كره الطائره سيدات، اسف، لانه الحقيقه هي عندها خبرات كبيره جدا، ونتمنى نشوف تهاني توسن تاني ومنى عبد الكريم ونشوف الاسامي الكبيره دي تطلع من تحت ايدك ان شاء الله تهاني باذن الله.